من حقوق الطفل يمكن خدنا حق الولاية والنفقة والحضانة. من حق الطفل يمكن ثلاث حقوق هنقوله مع بعض: حق اللعب وحق التأديب وحق التعليم. ازاي نربط الثلاثة ببعض؟ حق اللعب، احنا عندنا العرب تربوا على انه لاعبه سبعة، لاعبه سبعة، اول السبع سنين لعب، والسبع سنين التانيين وأدبه سبعة، والسبع سنين اللي بعدهم وصاحبه سبعة. لكن لا تخلو السبع سنوات الأولى بتاعة اللعب من التأديب، ولا تخلو سنوات السبع الثانية من اللعب. يعني بس عايزين نقول إيه يعني المزج بين هذا. يبقى في تأديب مع اللعب مع التعليم، حقه يلعب وحقه يتأدب لما يغلط يتربى ويتعلم الصح، وحقه في إنه يتعلم. يبقى أدب ولعب وعلم، لا يتعارض أبداً مع حق التأديب مع حق اللعب مع حق العلم. يعني ما فيش حاجة اسمها سنوات التأديب بس، ولا سنوات التعليم بس، ولا سنوات اللعب بس، لا، يمشوا ثلاثة مع بعض. ويفضل الطفل ماشي الثلاثة مع بعض، مش عايز أقولك لغاية ما يبلغ سن الرشد اللي هو 21 سنة بيلعب، ومش عايز أقولك بيلعب بانتظام عشان جهازه المناعي لازم له لعب ورياضة، وبيتأدب، لازم حد بيتابعه، ها، يقول له ده غلط وده صح، تعمل كذا وتعملش كذا، وخطوات التأديب من أول النصح والإرشاد إلى العقوبات المتعددة. يبقى يلعب، لازم يلعب طوال سنوات عمره، لازم يمارس رياضة، ولازم يتأدب لما يغلط، لأنه لو واحد عمل حاجة غلط ومحدش رجعه، إحنا بنقول عليه ده شخص يعني أهله مربهوش، لو كانوا بيربوه ويأدبوه ويعلموه ده صح وده غلط ما كانش عمل كده. يبقى حق اللعب وحق التأديب وحق التعليم. التعليم في البشر من أطول تعليم المخلوقات. هات لي أي مخلوق على وجه الأرض بيقعد في تربية وفي حضانة وطفولة فترة البني آدمين. يعني إيه؟ يعني أي مخلوق على وجه الأرض، أي مخلوق يطلع يتربى، العصفور أو الطائر يطلع يعني وهو طائر صغير ليس له ريش، يطلع له ريش طار، خلاص الطفولة والحضانة خلصت. الأسود الشبل كبر بقى أسد، فترة الطفولة خلصت. مش عايز أقولك الخروف ست شهور سنة بقى خروف ملوش حل. العجل، البني آدم فترة طفولة طويلة جدا وفترة تعليم وتربية طويلة جدا. أنت بتفضل تعلم وتربي وتعلم وتربي وتعلم، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، طفل طفل طفل. أنت متصور القانون يعتبر الطفل حتى سن 18 سنة، إذا عمل جريمة أو جناية وهو سن 10-12 سنة بيتحول إلى محكمة اسمها محكمة الأحداث، محكمة الصغار، ويوضع في إحداثية أو إصلاحية، ما بيتحطش في سجن، يعني بيتحطش في سجن الكبار، إنه بيتعامل لسن 18 سنة على إنه طفل. طفولة طويلة وتربية كتير وتعليم كتير، يعني مش معنى إنه 10-12 سنة يشتغل بقى راجل، ما ينفعش. ولا يمكن أن تسند إليه أعمال الرجال إلا إذا عدى 21 سنة. عدى 21 سنة يبقى المفروض إنه قرب يتخرج من الجامعة، 21 سنة يبقى عنده رشد عقلي، 21 سنة يبقى عنده بطاقة وهوية، 21 سنة بقى يقدر يتعامل مع البنوك، 21 سنة يبقى يقدر يسحب ويودع، 21 سنة يقدر يسافر من غير وصاية، هي دي. لكن قبل كده لا، لازم وصي، لا لازم وصي، والوصي أبوه أو حد من قرايبه. يعني أنت شايف الطفولة قد إيه؟ ولو عمل أي حاجة بيروح ولي أمره ياخد عليه تعهد. يعني ولد مثلا عمل مشكلة في الثانوي عنده 17-18 سنة يروح ولي أمره، هو طويل، يروح ولي أمره يمضي تعهد. عمل مشكلة هو في الكلية يروح ولي أمره. أنت شايف فترة طفولة طويلة، فلازم يتربى ويلعب ويتأدب ويتعلم. شايف البني آدم؟ شايف البني آدم سبحان الله العظيم معقد جدا. بقى انت قعدت تعده 21 سنة لعب وتربية وتأديب، وبعد كده خلاص اتخرج بقى راجل، بقى راجل وعنده 21 سنة يقدر يتعامل مع البنوك، يرفع الوصاية، يسافر بره، يقدر بقى راجل. هل بعد ما بقى راجل تسيبه ولا لسه محتاج وصاية وتربية وتعليم؟ دي نشوفها في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.